حبيبتي مايا صديقتي جدا جدا. محمد رمضان يؤكد لإي تي بالعربي وجوده في رمضان 2022. نجم رمضان برضو. على الله على الله أنا ماشي فيها كده على الله. جايين يا أرز الجبل جايين، اشتقنا الجبل نيحة الجبل صني. شغل محمد رمضان الجمهور والصحافة الأسبوع اللي فات بزيارته لبنان اللي كان فيها عدد من المحطات اللي كانت حديث الناس بالسوشيال ميديا، ومنها تكريمه ومنحه لقب سفير الشباب العربي. لما بلدنا تحتاجنا لازم نبقى واقفين جنبها رجالة، ولازم نستخدم الفن كمسكن للشعوب. وطبعا محمد رمضان مش هيرجع على مصر قبل ما يستمتع بوقته في بيروت. غير الشغل كنا بنشوفه بيقضي وقته على البول. وابنه علي استمتع بوقته كمان على الجيت سكي. اما بالليل فكانت الاجواء مولعه مع اصدقائه المشاهير زي داليا كريم، جيسيكا عزار وجوزها محمد صوفان، بسام فتوح ونيكولا جبران. وفي القعده دي رقص وغنى على اكتر من اغنيه لبنانيه زي البنت القويه لوائل كفوري. وعلم الموجودين رقصة مافيا. بما أنه نحن اليوم بلبنان، شو أفضل شيء بلبنان؟ أفضل شيء في لبنان شعبها العظيم والأرض الجميلة والأتموسفير كله. لبنان بلد طاقة وحب للحياة وموسيقى جميلة وناس متذوقين للفن، كل حاجة حلوة. انت عارف وقت الثورة بلبنان اختاروا انساي لتكون اكتر اغنية بيغنوها بالثورة؟ ده شيء عظيم يعني ان اغانية واصلة للشعب بشكل كبير ومسلسلاتي كمان، وانا بشوف حب عظيم لا يقل عن حب الشعب المصري ليا، والحب ده ليه ضريبة والعروبة ليها ضريبة. احنا ما نبقاش مع بعض بس في السراء، نبقى مع بعض في السراء والضراء. عشان كده هو حرص ان يزور مرفق بيروت ويحط اكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الدفاع المدني اللبناني اللي توفوا في انفجار 4 آب. ما يهمنيش وكفايه اشوف عالم العروبه. وكملنا كلامنا مع رمضان وسألناه مع مين بيحب يغني ديو من نجوم لبنان. كل نجوم لبنان نجوم انا بحترمهم وبقدرهم بشده. مايا دياب حبيبتي، مايا صديقتي جدا 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 والله. الغنوه يعني هي الغنوه اللي بتفرض عليك مين ممكن تبقى شبهه، الكلام يليق على مين. انا بشتغل بهذا، انما كلهم انا برحب بده جدا جدا جدا، وهيبقى اكيد فيه زي ما اشتغلت مع سعد المجرد وزي ما اغنيتي الجايه مع رضوان ونعمان بالعياشي في المغرب، اكيد احب التعاونات مع باقي الوطن العربي. وختم محمد رمضان اللقاء بوعد جديد كله ثقه بالنجاح. رمضان 2022 انت دايما نجم رمضان، بس 2022 نجم رمضان برضو نمبر 1. يس اكيد تعدهم كمان ثقه في الله.